أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إطلاق مبادرة صديق المستهلك للمنشآت التجارية المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المنتشرة في الأسواق المحلية في جميع محافظات مملكة البحرين. وأكد سعادة الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن إطلاق وزارة الصناعة والتجارة لمبادرة صديق المستهلك يأتي من منطلق حرص إدارة حماية المستهلك لضمان توفر أوفر السلع والمنتجات الغذائية تحقيقا للمسؤولية المجتمعية من قبل القطاع الخاص تجاه المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المبادرة صممت بهدف تخفيض سعر 10 سلع غذائية من أصل 15 سلعة غذائية محددة بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بمشاركة المحال التجارية الكبرى المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية في المملكة، مؤكدا بأنه سيتم نشر أسماء المنشآت التجارية المشاركة كما وسيتم استعراض قوائم السلع والمنتجات الغذائية المشمولة بالمبادرة لتسهيل وصول المستهلكين إلى السلع والأسعار والمقارنة بين المحال التجارية المختلفة.